انا رحال وعاشق انا الترحال ومن ديره وديره جايب معاي سؤال رحال انا رحال وعاشق انا الترحال جايب معاي سؤال معلومة أو معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال معلومة أو معلم معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال اليوم انا مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من برنامج المسابقات رحال، برنامج اليوم يطيل الشهر رمضان. اليوم من قطر الغالية، من قطر الحبيبة، بنزور دولة شقيقة علينا تمتلك واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في الخليج وغرب آسيا، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بلد السياحة ومركز المال والأعمال، الدولة الرائدة في الاستثمار وفي مجال التكنولوجيا والترفيه والتسوق والتجارة. أهلا وسهلا بكم وأهلا بإخوتنا في الإمارات وهم أهلنا. بس عندنا اليوم ضيف مهم، ضيف أنا قد واحد أحلم أني أنا أقعد معاه، كنا خلنا برا إحنا أصدقاء لكن أني أنا أقدمه، ضيف عنده من أهم برنامج حواري رياضي محلي وضيوفهم الأهم خليجيا في المستوى الكروي، نسهر وياه في البطولات، نتابع ضيوفه وقدرته الجميلة على إدارة حوار رياضي مثير. إنه القطري الشاب الجيد الحبيب اللي أنا أكل له كل احترام وأحب ثقافته وأحب ثقافته الرياضية بالذات، الأستاذ والمذيع والمقدم والإعلامي المعروف خالد جاسم. الله يمسيك خالد، الله يحييك. الله يطول لي في عمرك. قلت عني شاب، أنا خلاص صرت شيبة، شيبنا يا بسعود. الله يطول لي في عمرك ومساء الخير على الجميع. أتشرف أني أكون مع قامة إعلامية كبيرة مثلك اليوم. الله يسلمك. أنت فنان قدير نحترمك حبيب. واليوم والسنة اللي طافت قدمت لنا نموذج آخر لعبد العزيز جاسم. الله يسلمك يا خالد. فلي الشرف أني أكون معاك ومع أبو داود في رمضان، والله يوفقكم إن شاء الله. خالد نبدأ بالأسئلة ولا نطلع نشوف الشنطة؟ نشوف الشنطة، الشنطة شبيه اليوم عند أبو داود. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. أكيد في البداية سعداء بتواجد الإعلامي خالد جاسم، اللي صراحة احنا كشباب ممكن نعتبره قدوة في هذا المجال ونتعلم منه دائما. سؤال الشنطة اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي يقول: هو برج من أبرز أبراج دولة الإمارات العربية المتحدة ويعتبر رمز من رمز مدينة دبي. بس لا يغلطون، مو برج خليفة. لا لا لا، بنقول بنوضح الحين. هو في منطقة جميرة وشكله مستمد من شراع السفينة، أتوقع واضح جدا، تقدرون تجاوبون من خلال تويتر وإنستغرام وتدشون في السحب على 2000 ريال قطري. قبل ندش في أسئلتنا، السؤال الأول مع خالد، وخالد اليوم بيكون هو اللي يسألكم وهو اللي بيغششكم وهو اللي بيعلمكم هو الأساس، وإحنا ضيوف اليوم، إحنا اليوم ما نخص لأنه هو العين ما تعلى على الحاجب. خالد مقدم شاطر أصلا، خالد ولد هالتلفزيون وطلع من هالتلفزيون، وعقب خالد وخالد طلع عجال وطلع عجال. نعم، ناخذ تقرير عن الإمارات ونرجع مرة ثانية. The
تشد الرحال اليوم في رحال إلى دولة اتحادية عضو في مجلس التعاون الخليجي وواحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في غرب آسيا، دولة الإمارات العربية المتحدة. بداية الرحلة ستكون من أبوظبي عاصمة الدولة وأكبر الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وهي مدينة تجمع بين سواحل على الخليج بطول 700 كيلومتر وجزر في مياهه يفوق عددها 200 جزيرة وصحراء ممتدة تضم خيرات كثيرة لهذه الدولة. وتستمر الرحلة بعد ذلك لتصل إلى المدينة الساحرة دبي، ثاني أكبر إمارة في الاتحاد والعاصمة الاقتصادية للدولة ومدينة ناطحات السحاب والنهضة العمرانية المشهورة في أرجاء الأرض، خاصية دبي الأبرز هي أنها صنعت صورتها على شيء آخر غير النفط واعتمدت على التجارة والعقارات والخدمات المالية والسياحة، ولا يذكر اسم دبي إلا مقترنا بأيقونات كثيرة لا تفارقها العين: برج خليفة ونخلة جميرة ودبي مارينا وشارع زايد الذي يختصر كل الكلام عن التطور الكبير لدبي، تلك المدينة التي تختصر كل عواصم العالم. ويتواصل الترحال في بقية مدن الإمارات ليصل ركبنا إلى مدينة الشمس المشرقة إمارة الشارقة، مركز الثقافة والتراث والمتاحف الكثيرة والقصباء وعجلة عين الإمارات، إضافة إلى أنها أصبحت تحمل لقب عاصمة الصحافة العربية لعام 2016، وهي متحف مفتوح للعمارة التراثية تراه العين في المساجد والإدارات وأغلب المباني بهذه الإمارة. الرحلة إلى دولة الإمارات تجعل الزائر موزعاً بين كثير من الإنجازات في العمارة والثقافة والتجارة، لكن ما يجمع بين إمارات هذه الدولة السبع أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان وأم القوين والفجيرة، وأنها تحت راية واحدة ورفاه يعم كل الناس فيها من خير تلك الأرض الطيبة. رجعنا لكم مره ثانيه. شغلكم حلو ايه. ان شاء الله علم الامارات فوقنا. ايه الجرافيت الشغل ايه. لا شغل جهد ناس يعني يشتغلون، وشوف الخلفيه الجرافيت الشغل يعطيكم العافيه. في حد يسالني يقول حلقه الامارات وجايبين مذيع قطري او اعلامي قطري خالد جاسم، احنا نقول ما في فرق، كلنا خليجيين وكلنا تكامل خليجي ونكمل بعض، قطري اماراتي بحريني سعودي اللي الموجود كلنا نكمل بعض. اليوم انا اتشرف ان اكون واحد من اهل الامارات. اكيد كلنا ايه. اكيد خالد، في سؤال دائما الناس تسأله، شنو نجاح برنامج المجلس؟ أنا أقول التلقائية والعفوية اللي فيه. هاي كم عليها؟ 100,000؟ هذه عليها على طول استديو. التلقائية والعفوية. إيه؟ ما في، بس ما في تمثيل، ما في تصنع. إيه؟ خلاص بسعود أنت ما تكون على المسرح تأخذ جانب الفكرة لكن تعيش عفويتك مع الجمهور. صح. هذا المجلس نفسه. إيه؟ بس عفوية أهل قطر. محمود يقول ذاك اليوم صدفناه يقول خالد جازم يقدر متى يسخن المجلس وممكن يهدي متى ما شفتهم رقدوا قوامتهم وقفتوا وقفت لو اتمنى انه ما كنت وقفت اللو معهم. لا طبعا كلهم اساتذه وكلهم نحبهم ما في شك. اي بس يوم محمود رقد انت وقفته. اي بس بيني وبينك صدمني يعني، والله كنت مصدوم بس هو يرقد، هو يرقد عادي عادي اي بس انه يوم طاحت رقبته قلت الرجال في شيء. اول قلبك خفت عليه. الفيديو وصل امريكا. يقول 2 مليون شافوه في اول ربع ساعه اذا ما خضني من لا ايه.
والله استضفنا ابو حسام، مساك الله بالخير يا ابو حسام. ناخذ اول اتصال وبيستقبله خالد جاسم سلطان من الامارات. سلطان السلام عليكم. مرحبا يا سلطان. مرحبا يا ولد زايد. حي الله. يا مرحبا. يا مرحبا بك. يا مرحبا. ايش حالك؟ الله يطول لي في عمرك، مبروك عليك ما تبقى من رمضان. سلطان يا اخوي من اي اماره انت؟ الله يحفظك. من العين طال عمرك. والله ونعم، والله ونعم. الله لا والله ونعم يا سلطان، وسلم على الربع كلهم اللي عندك في العين. جاهز حق المسابقه يا سلطان؟ ما اسمعك الله يحفظك. وش حالك يا سلطان؟ الله يطول لي في عمرك، ابشرك احنا طيبين داركم طيبين. مرحبا يا سلطان. الله يطول عمرك عليك. ناخذ المسابقة عشان ما نطول عليك. السؤال الأول شو يقول؟ شو يقول يا خالد؟ يقول يا ولد العين، ما هو المعرض الذي فازت الإمارات باستضافته عام 2020؟ صارت احتفالات كبيرة في دبي. معرض إكسبو. الله يطول لك عمرك. 100 صحيح. هذه عليها 2000 ريال. 2000 ريال، كل سؤال 2000. روح إذا أخذ احتمالات 1000، إذا جاوب على طول سب دبل. زين. حلو. لا تأخذ احتمالات. يقول لك في أي سنة تم اختيار إمارة الشارقة عاصمة للثقافة العربية؟ هذه يبي لها تفكير شوي. وموجودة في التقرير قالت. أي. خيارات يا سلطان. تبي خيارات؟ عطنا خيارات. يقول لك 1998، 2000، 2010. 98 طال عمرك. 98 صح؟ اي نعم. 98 نعم جواب صح. جزاكم الله خير. لا حاضرين يا الامارات تستاهلون. السؤال الثالث يقول السؤال الثالث يا ولد العين، ما اسم اكبر مصفاة لتكرير النفط في الامارات؟ اكبر مصفاة لتكرير النفط. اي نفس الاسم عندنا في قطر. حطوا لنا خيارات قبل الله يروح عليه. نفس لابس قطرة الرويس اليوم. الحمرية ولا الرويس؟ الحمرية ولا الرويس ولا جبل علي؟ قطرتي من الرويس اليوم. الرويس صح. رويس. 4000 يا سلطان، والسؤال عند ابو داود. يلا يا سلطان جاهز حق السؤال الرابع؟ وياك ابو داود. يلا نروح نشوف السؤال الرابع. يلا خذ. هذا وي خالد، وي خير عليكم. نايمة سهيل ب5000 ريال وهو عندي 4 ب9000. سلطان انسحاب طيب. يا خير يا سلطان. سلطان 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 يا سلطان، تممها 10000 درهم يا اخي، تممها باقي 1000 مسموح لنا. سلطان تممها العشرة، أقول لك تممها، إحنا في العشرة الأواخر بسعود ما يقصر. يلا يلا تستاهل، روح روح قدام. بسم الله يا أمر خالد. أروح خالد. ما هو الاسم المختصر لمعرض الدفاع الدولي العسكري اللي يصير في أبوظبي كل سنتين؟ تذكر. ما سمعت السؤال. الاسم المختصر، وش المعرض اللي يصير عندكم في أبوظبي في كل سنتين؟ هو معرض عسكري. اعطونا احتمالات. احتمالات يا الربع. ها احتمالات. ايدكس. برافو. لحظه، ايدكس ترى هو قالها قبل الاحتمالات. قبل الاحتمالات. 2000 تستاهل. سلطان 11000 والانسحاب زين، لان السؤال الخامس صعب. لا ها ما قلت تشجيع. لا لا شجعوا عشان يستمر، شجعوه. سلطان ايه كفو عيال انا سلطان ترى اخوي العود بسعود يمون عليه، يعني عاد امون عليه. انا انصح عشان مشجعين يمكن مقتنع بال11 سلطان 11000 زين، 11000 ريال قطري مثل الدرهم الاماراتي. اي حلوين حلوين حلوين. وسعود شو رايك؟ ترى والله ياخذ رمسك. انا اقول انسحاب طيب، والف مبروك ل11000. يبغى يكمل والله يكمل. ما يكمل. لا انت القرار عندك، انت ايش تبي واحنا حاضرين. بس لحظه شوي، اذا كمل و 2000 ها 2000 سلطان خاطري يوصل على السؤال يا ابو سعود. انا اقول لك سلطان السؤال اللي جاي صعب، تواريخ
وبعدين الصناديق ممكن تنزل 2000 11000 حلوين. انا والله اسمع خالد يعني اخاف السنادكم سلطان يا ابو سعود. لا سلطان سلطان اخوي حمد بن الخيرات في العين اخبر بدا بدايه بسيطه في الابل والهجن اشترى شيء بسيط ب 11000 10000 درهم والحين ما شاء الله بالملايين عنده الحلال. انا انصح يعني تحصل الحين ابل ب 11000 خلاص بسله يلا يلا مبروك يا سلطان. ناخذ فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. كل يوم انا رجعنا لكم مرة ثانية ويستقبل أخوي خالد المكالمة صالح من قطر بصلوح. نعم والله ونعم يا صالح. مرحبا. مرحبا يا بصلوح. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيك من النور والسعادة والسرور يا صالح. من وين يا صالح؟ من قطر. دارينا من قطر تاج راسي طال عمرك. لا من وين في قطر؟ من الثانية. والله ونعم وسبعة أنعام. عليك دور انت يا اخوي من قوم نادي اللورد عبد الله بن سعيد العيده. صحيح. ولك ان شاء الله فالك اليوم الفوز ما دام انك من صوب اللورد مسعيد. حاضرين اي يستاهل مسعيد. دام سمعنا اصواتكم كان الحين بايدي. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك مبروك عليك ما تبقى من رمضان يا صالح. تفضل طال عمرك على المسابقه. السؤال الاول عند خالد يقول لك ما اسم الوزاره المستحدثه في اخر تعديل وزاري في الامارات؟ الكل تكلم عنه. هو ما طلب احتمالات ترى يمكن الريال سعيد. السؤال الأول لازم احتمال. آه. السؤال الأول بس. أنا آسف أوكي. عشان 2000. آه. زين 2000 زين. وزارة البيئة. أي بيئة هو مبسوط ومعانا إحنا ترى فرحانين إنك معانا. شؤون المغتربين ولا وزارة السعادة يا صالح؟ سعادة. إي نعم. سعادة صح. عاد قلت لك أنا إحنا مبسوطين معاك إحنا سعداء. عندك تلفزيون يا صالح؟ صالح عندك تلفزيون؟ عندي تلفزيون. حد حواليك في المجلس؟ لا زين حالك بس خليك سريع صالح عشان الوقت. عشان الوقت يا صالح يلا عند خالد كل يوم عند خالد. يقول لك ما اسم المؤسسة الإماراتية التي تدعم الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر؟ تبي احتمالات؟ احتمالات احتمالات يا الربع لو سمحتي. يقول لك مؤسسة سلطان العويس الثقافية رواق عوشة بنت حسين ولا هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة؟ يا اخي انا كنت في ابو ظبي من يومين اذا ما خاب ظني كانه يعني هيئه ابو ظبي. روح قدام الحين كم عندك الحين؟ كم في حسابك؟ 3000؟ يا لا يا صالح احنا بنرفعها فوق نبي شيء حق على الله ان شاء الله. يقول لك ما اسم اكبر واحه في شبه الجزيره العربيه وتقع في اماره ابو ظبي؟ خيارات لازم خيارات يعني اوكي والله ما السؤال ده ما بعرف. يقول لك العين طبعا يعني ولا بنياس؟ او اسف نسيت ليوا بنياس. لا لا في عندنا ليوا ولا العين ولا بنياس. ليوا صح ما سمعت ليوا. ليوا ولا العين ليوا ليوا ليوا. زين صالح السؤال الرابع صعب عليك ساعدك خالد في 3 علشان يصير بس نظام البرنامج لحظة واحد معك. لحظة عشان ما انا ساعدتك يا صالح. انت باقي مو تقول له والله بغير جن قلت له الصندوق بتبغى. يلا صالح قدام. سعود ما يقصر بسعود. قدام. يلا روح. وسعود ما تقصر. حاضرين لا حاضرين. ما هو المجال الذي تنشط فيه مؤسسة دبي العطاء الخيرية؟ في أي مجال؟ خيارات يا صالح. خيارات روح كفالة الأيتام ولا ضحايا الكوارث الطبيعية ولا التعليم؟ شو اسم مدرسة شو اسم المدرسة اللي تعلمنا واحنا يا هال صغار صالح اللي صب السيلية؟ التعليم.
التعليم صح. انا قلت لك شو اسم المدرسه يا صالح. السؤال هذا انا ولا خالد جاسم ولا سلمان عرفه. 5000 حلوين، اسمع كلامي تروح 2000 والخيار لك. اخونا العود ترى بسعود. اه صالح ابو سعود اخونا العود ما فيها كلام. علمك خالد 4، الخامس ما يقدر. ما انا علمت الله. والحين السؤال عند سلمان والاجابه عند سلمان. ايش قلت يا صالح؟ والله الله عندكم. لا 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 لا، الدنيا خير ورمضان مبارك علينا وتبقى من رمضان الامور طيبه. يا صالح نكمل يعني؟ ترى شوف اللورد يحب القمه دائما. صالح لا يورطك خالد جاسم. وانا اقول لك بتنزل 2000 لان السؤال في تواريخ وصعب. دائما عندنا 3 ها 5000 ولا قدام؟ شنو؟ دام عند اللورد والقمه. اي خلاص روح يا ابو داود، روح يا ابو قدام يعني قدام 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 روح. يلا يا صالح، سؤالك الخامس يقول كم عدد السياح الذين زاروا دبي عام 2015؟ يلا يلا الحين فجأة. يلا شوف خير وزير السياحة ما يعرف. انت خمن، انت خمن يا صالح. 10 ملايين سايح، 14.2 مليون سايح، ولا 17.4 مليون سايح؟ خمن. هذا السؤال قلنا لك، قلنا لك خيارات صح. 14. ايوه الله عليك الله عليك الله عليك. صح والله خالد جاسم حمسك. انا ما تكلمت. احنا نطلع صناديق. يلا يلا خالد، روح انت من هناك. خالد عندك من هناك واحنا من هنا. يلا اختار يا صالح من 1 إلى 6. وش فيها الصناديق الله يطول في عمرك؟ فيها شوف، فيها ممكن ينزل 2000، اي ممكن نفس المبلغ، ممكن ضرب 2، وفيه 15 وفيه 100. احد وهو معاه 6، ممكن ضعف المبلغ. الحين انت كم عندك الحين يا صالح؟ 6000. 6000؟ اي 6. صالح اختار. بتحضر مسرحيه الاستاذ عبد العزيز جاسم؟ باذن الله. طار الوزير خاف يطيرني انا وياك. يلا اختار. اختار يا ابو صلوح. رقم 5 اللي واقف عليه خالد جاسم. والله لا لا الله يهديك. نثبت نثبت ثبت ثبت. لحظه شوي يا اخي، لا ما ادري ايش السالفه والله. افتحها انا. اي فتحت عندك الصندوق. افتح بتينا نيك تعال هنا. صالح لا تشوف خالد، لا تشوف خالد ساومه. ها؟ لا تشوف الكرت وساومه. الحين هو كان ما عنده شيء مسكين. هو عنده 6. 6000 ريال؟ بتزيده من غير ما تشوف، اذا شفته تزيده. يا صالح. ها؟ والله العظيم اني ما ادري وش ذي الكرت. اي ما تدري ولا انا ولا سلمان. لكن شوف. انا بشتري منك ب 10000 ريال. ولا كلمة. والله انا كريم. ولا كلمة. والله كريم. اشكرك والله تستاهل يستاهل زينك. ها خالد جاسم 10000 ريال طال عمرك حلوين. أوه. يا صالح حق العيد خرجت. إيه. العيد منهم 5000 على صوب، 5000 نقضي فيها اشياء ثانيه. اي حق الغدا، غدا العيد. لا لا غدا العيد هم بس الفضول فيني اني اشوف الكرت. انت تبي خالد يشوف الكرت؟ نشوفه خالد نشوفه ولا نشوفه. تاخذ العشره وتوكل على الله. خلينا نشوف الكرت. كيف شوف خالد؟ انت شوفه بينك وبين نفسك. تقول صار الوزير. انت شوف انا ما ادري ايش فيه. طير الريال؟ انا ما ادري ايش فيه. شوف انت وساومه. يمكن في 100. شوفه ريحته خفيفه. احيانا ظهر لي شيء مو فاهم وش اصلا. تعال 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 من هني. انت اخاف مني تعال. اجيك عادي؟ اي اي تعال. اخوي العود لازم اوصلك. انت اخاف. وش لك يا صالح؟ قلنا لك 10000 طيبين. الله يهداك. لا احنا ما راح نفتح. ها؟ يمكن بعد تخدعها خالد انت. ها؟ والله كلام خالد زين، خذ العشاء وتوكل على الله. ها؟ صالح. ها؟ والله العظيم يا صالح، والله انا بروح مكاني، لحظة لحظة خليني اروح مكاني صالح. تكفى يا صالح اني طالبك. تكفى اني طالبك يا صالح ها؟ لا اسمع كلام خالد. شوفني اسمع كلام خالد. والله اني طالبك اني اروح مكاني. خليك على الاولي. خذ العشرة. تشتري مني البطاقة ب10000 أنا بعت. نصيحة. ها صالح. إيه 10. يلا مبروك العشر. مبروك. افتح الكارت يا صالح خالد. تعال صالح وينك. شوف شوف. والله أنا كانت بتكون 5000 تذبحني بصراحة. لا نص الستة ثلاثة. ها؟ نص الستة ثلاثة. 3000 بعد. يستاهل. شفت؟ يستاهل أبو صلوح. شافه هو خلاص تأكد. أنت كريم يا خالد وهو يستاهل. ما تقصرون يا اهل تلفزيون قطر. تعال هني ابو وليد. اوكي. هذه اشراح من الامارات.
افراح افراح جعل افراحكم ان شاء الله دائما دائما كلها في افراح في افراح. ناخذ تعال يا ابو داود تعال وين رايح تعال عندك قريب تعال كان بياخذ ب 3000 بياخذ يعني 6 الله يجزيك خير نص انت والله انت طيب وهو يستاهل الله انت اللي شجعتني وانت كريم ها يلا عطوني اياها على الهواء الو افراح الو نايم انت لا راقده ما نبي يرقد لا مش راقده ها حد من اليهال راقد ما تبي تزعجينه لا يعني واحده بنتي بالسعود ايش تبي صوتك ابي حركه ابي حماس فيه 100000 خالد 100000 100000 وين ال 100000 طيب صوتك يا افراح اسرع اقعد ابي حماس ابي تشجيع يلا عطونا يلا الو السؤال الاول شو يقول يا ابو داود روح يلا شوف سؤالك الاول يا افراح اللي شوف. شوف والله عين والله عين اذكر ربك بسعود لا اله الا الله ما هي اول جامعه افتتحت بالامارات جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة خليفة ولا جامعة زايد؟ جامعة الإمارات. صح الله عليك 2000 ريال. أنت شلونكم ما تقطعون على خالد كلش؟ ليش بس؟ أنا حط عليه. أنا بديهياً قلت توقعات يعني. توقعات. أي أكيد يعني. زين. سؤال الثاني قدام. خالد روح. تتميز متنزهات مبزرة الخضراء الموجودة بمدينة العين بانتشار ها يا فرح أعطيني خيارات فرح خيارات خيارات يلا الخيام التراثية الخيام التراثية قطعان الغزلان ولا المياه الكبريتية طبعا المياه الكبريتية يعني أوقات يعني ما أدري أحس إن فيها علاج فيها شيء يعني الخيام لا على المياه الكبريتية تبي كبريت؟ تشاري يا افراح ها؟ نقول له تشاري ليش؟ لا لحظة ما قالت لا قالت وش قالت؟ قالت الوقت عنده 15 ثانية ايش اسوي انا قلت لك المياه الكبريتية اعلمك بعد ها؟ والكبريت من المانيا من عندنا من المانيا حسام من المانيا حسام ولد احمد السلطان يمكن راح المانيا مرحبا عليكم السلام حسام حسام حبيبي شنو جنسيتك؟ جنسيتي سوري والله والنعم والنعم كلكم هالشام على راسنا الله ان شاء الله يرجعكم من سوريا يا رب سالمين وغانمين يا رب يا رب اعطونا السؤال الاول حق حسام شو يقول يا خالد يقول طال عمرك من هو مصمم ومخرج المسلسل الكرتوني الاماراتي فريج احمد حارب محمد سعيد حارب سعد حارب ابراهيم حارب محمد سعيد حارب كلهم حارب والله كلهم حارب محمد سعيد حارب يا سلام محمد سعيد صح ما شاء الله شوف خماس ايه؟ سوري وعايش في المانيا ويعرف محمد سعيد خمن هو لا ما خمن ما خمن انا كنت بالامارات ضليت فيها 5 سنين وشفت الفريج هذا؟ لا والله ما شفته خماس ما شفته يلا روح يلا ابو داود يلا يا حسام سؤالك الثاني يقول كم يبلغ عدد اسعافات الجزيره الاصطناعيه نخله الجميره في دبي المصممة على شكل نخلة. أيوة والله أعطونا خيارات يا أخي أعطونا. يلا شوف الخيارات. صعب السؤال. 19 17 ولا 25 يقول لك خير قول. الأمور. أبسطها. أي والله. خير الأمور الوسط 17 زين يا حسام تستاهل. بعد قول علمنا لا قول. لا ما علمنا. على حشة. علمناك إحنا شيء. لا ما شوف. حسام. 3000 كم يورو خالد؟ لا تو الناس يبي له 1000 وشيء 1000 يورو قدام خلينا لا كان عايش في الامارات قال قدام ايه عايش بيننا ما هي القدره الاستيعابيه لمطار دبي الدولي؟ القدره الاستيعابيه لمطار بالملايين تتكلم بالملايين ملايين وايد يعني 60 مليون خيارات اعطوه خيارات 100 مليون 90 ولا تحت كم 80 80 مليون ولا كم يعني بيقول لك دائما لا لحظه شوي يا طيب 90 مليون ايه لا ماني خص انا ماني خص حسام عندك مشجعين ها حسام عندي مشجعين اولادي يلا خلي يصفقون خلي يشجعونك حبسوني يشجعوا شيء وصلنا ل 1000 يورو شو 1000 يورو حلوين والله على كيفكم يعني روح قدام خلينا السؤال حسام ما في مساعده اللي جاي هم اصلا ما يعطونا الاجابه اسمع كلامي
شوف الحين هو 1000 يورو، انت الحين 1000 يورو صح حاليا؟ الحين يعني حوالي 1000 يورو. ايه واذا خسرنا كم بنصير يعني؟ بنصير 1000 ريال يعني 500. خلينا قدام قدام. حسام هاي يعني حسام لا تعاند، انا عارف اللي جاي. والله ما والله ما احب عندك يا مسعود، بس خلينا قدام. روح روح الرابع هذا البثيثة هذه؟ البثنة. البثنة أكله عندهم اسمها البثيث. شنو البثنة؟ ما هي البثنة؟ يعني صار لك أربع سنين خمس سنين عايش في الإمارات ما تعرف البثنة؟ يعني في حدا ما يعرف البثنة؟ والله ما راح نعلمك. والله ما سمعتها، ما سمعتها بحياتي. الله يسامحك الله يسامحك. عطوا خيارات عطوا خيارات. قرية وقلعة عندهم بثيث عندهم والله عندهم خير. ايه رواحة قريبة من مدينة العين ولا حديقة في أم القيوين؟ قرية قرية صح قرية وقلعة صح 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 والله برافو عليك. أنا والله قاعد أفكر فيها قلت هذه وش بتفكرتها أكلة والله يا حسام مثلي يعني يواعن وياك الله. حسام 5000 حلوين. اسمع كلامي واحنا ما خسر اذا خسر 2000 لا 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 ديق ولا شو لا لا انا اقول خلاص لا لا باقي لك سؤال صعب بان الى خد صعب الامور يا جماعه الخامس دائما صعب يا حسام شو راي ضيفك ضيفك شو رايه ضيفك والله ضيفي بيقول ضيفه بيقول 5000 حلوين جدا قدام يلا رمضان كريم خلينا قدام يا حسام اسمع كلامي وانا اخوك لا لا خلاص صفقوا له صفقوا له كيف يعني يا يدخلونا في طوفه في حيطه يا بيروح قدام خالد ما يا خالد ما راح نعلمه ترى انا ماني خص الحين قدام روح ماني خص ما يبي يا خالد انا اعتمادي عليك يا يلا على الله. في أي عام تم تصدير أول شحنة نفط من إمارة الشارقة؟ يا سلام السؤال سهل جدا يعني لا أنا ولا خالد ولا سلمان عاد تبي الاختيارات؟ عندك مستر جوجل؟ أعطينا خيارات يلا شوف الخيارات أنت خمن افتحوا جوجل بسرعة طيب 1947 1962 ولا 1974 74 74 سوري 1962 62 احنا نقول لك يا حسام خالد لك يا حسام قلنا لك السؤال اللي جاي صعب ما تثقون فيني اعطونا سنه بعد ايش سنه هاي رجعها اربعه عندك اي بس خلاص خلاص ها من معنا عفره 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 من قطر عفره من قطر عفره الخير مساء الخير يا عفره يا هلا عفره يا اختي يا عفره عفره نبي نبي الصناديق اللي هني ذي الجهه لا والله يا جهل وانت بخير, بخير. صوتك ترى مو بواصل عندنا عفره شلون عفره عمي. اوكي عفره الله يسلمك اختي عفره خمس اسئله والصناديق وخليك جاهزه ومركزه وهذا اليوم جاي يغشش وانت من قطر بعد بينحاسك 100% سؤال الاول حق عفره يلا عفره الله يمسك بالخير يقول لك ما هو الاسم الذي يطلق على الدوري الاماراتي الخليج العربي لكره القدم ما ايش فيكم دوري نجوم قطر ها عفره هلا ابوي وش الاسم الدوري الاماراتي كان شيء الخليج العربي احنا في الخليج يعني الاول الثاني ولا الثالث الاول ولا الثاني ولا الثالث ثالث صح صح ثالث صح انت عندك الله يسلمك تلفزيون يا عفره هلا عندك تلفزيون اي نعم عندي ويأشر لك بيده طالب واللي سلمك الشيخه بس ركزي معانا لان عفره حد عندك حواليك في البيت؟ وين التشجيع؟ وين وين جوجل؟ ترى في الايفون في جوجل يعني يساعدونا شي جوجل السؤال على طول داود ترى حظي حلو اليوم اول مره يعني بدايه رمضان ترى اشارك ما حالي حظ بس اليوم وجودك حفظ زين استاهل خالد المهم كم مرة اتصلتي عشان تحصلين الخبر؟ يقول لك من اول والله اكثر من مرة كل يوم كم مرة؟ من اول رمضان في اليوم كم مرة تتصلين؟ يعني تقريبا اقعد بداية البرنامج لنهاية البرنامج يعني 300 200 ساعة كاملة تتصل اليوم دعوات الوالدة يمكن حصلت الله يخليها لك على فكرة الاتصالات امس وصلت فوق ترى الوالدة موجودة قاعدة معاي و سلمي عليها سلمي على الوالدة وبوسيها فوق راسها ان شاء الله وفالك الفوز ان شاء الله ان شاء الله روح روح يلا يلا ساعدوها يلا يقول لك ما هي ميزه مدينه مصر التي توجد في اماره ابو ظبي
وش ميزة مدينة مصدر؟ أعطونا احتمالات. يعني هي فيها ثلاث احتمالات طبعاً، صح؟ إيه. طيب. مدينة الأكبر مدينة كل مياه مياهها مش عارف. هو في المدينة الأكثر رفقاً بالبيئة في العالم. بعدين في مدينة كل مبانيها ترفيهية قديمة ومدينة بدون ناطحات سحاب. المدينة الأكثر. الأكثر. إيه نعم. إيه صح. الأكثر الجواب الأول. حلو حلو. يلا عند بوداود بوداود روح روح. يلا يا عفرة سؤالك الرابع الحين الثالث عفوا. يلا سؤالك يقول ما هو طول مترو الخط الأحمر الذي يوجد في دبي وينقل سكان المدينة بدون سائق؟ كم طوله؟ تبي الاختيارات؟ خط المترو. إيه. عطوا احتمالات. اختيارات اختيارات يلا. ركز شوي يا عفرة. 13 كيلومتر 27 ولا 52؟ هو طويل شوي. 52. الله عليك. صح صح. خذت المصباح من اخوي السعود. ها عند خالد الحين يا عفرة. ان شاء الله هو اللي بوسط صناديق. هو اللي بوسط صناديق. انا ابو داود. انا لا الصراحه انا متفائله ابو داود بخالد. لا خالد هو اللي يصنع البركه. استاهل وليد. زين والله. شوفي ودنا بسؤال جواب يعطينا على طول 2000 ريال ونروح صوب الامور الطيبه اللي هي الرابع باقي بعد سؤال. زين يلا عطونا سؤال. شو يقول يا خالد؟ يقول لك ما هو عدد اشجار النخيل التي غرستها الامارات في الفتره ما بين 1999 و2009 وحققت فيها رقم قياسي عالمي؟ ما تعرفين صح؟ خلينا نتذكر بالاحتمالات اذا ما تقدرين عادي. ها طيب بس يلا عندك التليفون ثاني في جوجل. يقول لك اكثر من 28 مليون نخله، اكثر من 37 نخله، واكثر من 42 مليون نخله. والله هاي الله يسلمك مو ب 33، هذه الله يسلمك كنا فيها الحين احسبهم 42 يعني رقم ثلاثه. الو الجواب الثالث. ايوه رقم ثلاثه. بتساعدونا لا هي قالت ثلاثه. علي الساده في الخامس. لا لا الحين الجواب الخامس يا علي ولا نقول له الانسحاب؟ طيب يا سادة. حرام عليكم العجوز قاعده عندنا. يلا 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 الاهل قاعدين. يلا يلا المدام عشان عجوزك الله يحفظها. يلا سؤالك الاخير يقول في اي عام تم اعتماد دستور دوله الامارات العربيه المتحده؟ في اي عام؟ سيدي العجوز يمكن تعرف. اقول عندك خواتك وهلك ما عندهم جوجل؟ جوجل؟ انبلع دقيقه بس. وين دقيقه باقي ست ثواني؟ طيب احتمالات طيب ممكن خيارات. يلا طيب. يلا يلا. سنه 1971 سنه 1976 سنه 1980. ترى والله تساعدها عليها حرام. ولا يمكن 71 ترى. اي 71 جواب. يا سلام يا سلام. هو خالد. انا هني؟ ايه ختمت يومتني. يا عفره. استغلال الامارات اظن هو نفس التاريخ. زين هذه معلومه كفو معلومه طيبه. انت عندك 6000 اختاري بقى. خمسه راح اسال الاهل اي رقم اختار. قولي حق العجوز كم امي اي رقم اختار رقم كم؟ يلا يبا امي تقول ثلاثه وانا اقول سته فما ادري. لا على الخلي انه في ثلاثه وثبت على ثلاثة لأن ستة حيرب. بعدين بنكشفها. لحظة شوي لحظة بسعود أنا بايع عندك اليوم. تعال يا خالد هني ايه ومن غير ما نفتح الكارت يا خالد ايه هي ستة من عندي 2008. لا 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 كم الريال اللي قبلها معطينا عشرة زيد صالح زيد 12. يا سلام 12. يا سلام أنا أشتري الكارت ب 12 وإحنا ما نعرفش فيه ما نعرفش فيه. لحظة لحظة أنت كم فايزة من شوي؟ ستة ستة. ستة ايوه 17 دبل. لا لا ستة فايزة. اي اعطيت الدبل صالح كم ساعة كم فايز؟ 3000. لا ستة. يوم جينا على الصندوق اي ستة ستة واعطيته 10. زين كم الحين اعطيناها 12 12. ابو داود تكفى اشتري عشان خاطر العجوز 15. يلا عشان خاطر الوالدة ب 15. اي الوالدة تقول الكب. هاي يا ابو داود. زين اقول لك شيء. اي نعم عفرة. هلا والله العظيم واخر كلام وبدون ما افتح الورقه وها ردها مكانها عشان تبطل. اوكي يلا مو مال تكنولوجيا اسمعني. قولي 20000 وتم وما يدري ترى والله العظيم ما ادري.
يا اخي يمكن 100 لا تحلف. والله العظيم ما ادري. اي بس لا تقول لي انا اقول لك قولي تم وروحي على 20. انا من ساعه جربتها مع صالح ظهر لي واحد على اثنين نص المبلغ. يمكن انا ما ادري احساس بعث الكرت خاطري بكرت يعني. خالد جاسم المذيع الاعلامي الناجح قناه الكاس برنامج المجلس اللي كلنا نتابعه قال لك 20. انا بفتح الكرت بيني وبين خالد وسلمان. طيب ابى اقول لك شيء اخر كلام ممكن؟ أيه. اخر كلام ها؟ اتفضل. اي سنه قطر تستضيف كاس العالم ان شاء الله؟ 22 صح؟ 22 ايوه. أيوة. انا اشتري الكرت واخر كلام ب 22000. يا سلام. يعني انت يعني طمعت الحين انت. وعلى فكره طمعت في الكرت. انا توني من يومين ما ادري امس كنت مع عيالي كنا في محل ذهب والله العظيم عندهم شيء حلو مرتب. وذهب خالص كم؟ ب 22000 و 3000 حق البترول 25 يا 5 ابوك سلام استاهل استاهل 3000 عشان الوالده يا نعم. ليت تعطيني اياها عفرة ولا ترجعين في كلامك اعطيني الوالده اسمحوا لي انا اروح مرخص انا مرخص اعطيك الوالده اعطيني حاجيها طيب ان شاء الله ثواني يمه تاخذ نسولف مع العيال بنسولف مع الوالده يمه السلام عليكم عليكم السلام يمه شلونك؟ الحمد لله بخير يبقى معفرة احنا عطناها 25000 عشانك الحين تبي الكرت ثقيل وريحته خنينة يما تثقين فيني؟ والله اثق فيكم صراحة انا اقول لك ها انا ارد البطاقة مكانها واقول لك ال 25000 اللي قالها بسعود طيبة ها يا معفرة بس عفرة ان شاء الله انها تستاهل لكن دام انك قاعدة جنبها والله انك تستاهلين كل شيء ايش بتسوين فيه ال 25 يا معفرة؟ ولدي خالص تقولين؟ أنا والله أقول 25 أنا أقول الكرت لا والله العظيم إني أقول 25 بالعشر الأواخر أقول ال 25 حلوين آه معفرة حلوين 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 أنا هذه ودها بساعة الريال في داهية ب 100000 قال لك خذ 20 ها أنا عشان ما يعني الذمة اصبر اصبر عشان الذمة عشان الذمة لا عشان الذمة بس إما أروح يصب ال 25 جبنا 10 معفره يما خليك على 25 ايش قلت يا معفره ما عندنا وقت تثقين في خالد 25 الحمد لله الحمد لله قناعه نعم مبروك انت كنتي افا لا 150000 لا ما عندنا 150 انت 15 احنا كم عطناها 25000 تستاهلين يا معفره شفتي يا معفره هي كم 15000 تستاهلين فاصل خالد عطنا الفاصل خالد فاصل فاصل اعلاني و 25000 توصل كاش حق معفره ان شاء الله لا عفره 3000 وما كل يوم انا رحى مرة ثانية والمية ألف ما زالت موجودة في عدد صناديق ومعانا هاشم من الإمارات عند أخوك خالد جاسم هاشم مرحبا الساعة يا هاشم مرحبتين إيش حالك الله يحفظك الله يسلمك من وين من الإمارات يا هاشم علينا وعليك إن شاء الله يتبارك من بوظبي الله يسلمك والله نعم نعم فيك الله يحفظك معاك المسابقة طال عمرك وبعطيك أول سؤال عشان الوقت يقول لك طال عمرك ما هو الفريق الإماراتي الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2003 يا أخوي المسافة من أبوظبي للعين كم دقيقة زعيم زعيم هو منتخب العين الله يسلمك 130 كيلو 130 كيلو نادي العين صح؟ اي نعم صار صار ها أبو داود عندك طال عمرك يلا سؤالك الثاني يا هاشم يقول أين تقع مدينة الذيد التي تعد من أبرز المراكز الزراعية في الإمارات؟ في أي إمارة الذيد؟ الشارجة الله الله عليك 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 حضر
هاي مع جوجل ولا بدون؟ لا بدون الله يسلمك. كفو 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 حلو. لا ان شاء الله فوز وايد. ما هو عدد المحميات الطبيعية في الإمارات يا هاشم؟ خيارات. تعال قول رقم، قول رقم، قول. ما تعرف؟ 15. يلا يلا انزل انزل، عطني خيارات. 10 21 ولا 30؟ 10. لا تعال بقول لك نادي العين. اي مركز؟ اي مركز نادي العين هالسنه؟ ما اخذ الثاني في الدوري؟ قول قول يا هاشم. هاشم 21. 21 هاشم اسمع كلامي. 5000 ريال حلوين اللي جاي صعب ولا قدام؟ والله ما ادري. انا اقول لك اسمع كلامي، 5000 حلوين والله يا هاشم. مبروك. هاشم حلوين. أيوة. والله حلوين. انا يعني ليش ما يزيد الرجال؟ يعني كطموح عنده الرغبه هو. اي بس جاوب جواب بدون اختيارات. ها كم قاعد يصفقون بعد؟ خالد يقول لك قدام، انا اقول لك 5000 حلوين، لا تنزل 2000. ابو جاسم منك هالمره. روح طال عمرك روح. يبي من ابو جاسم اللي هو خالد جاسم. يقول لك اين يقع جبل حفيت؟ حفيت او حفيت؟ حفيت اسف. جبل العين في مدينه العين. نعم نعم. يا سلام. صح. اعطوا الاجابه اذا صح. بقول لك هو بين الامارات وعمان ولا على ساحل الخليج ولا بين الامارات والسعوديه؟ هو قال في العين، يعني معناته انه في الطريق بين الامارات والعين وعمان. اي الامارات والعين. بس لحظه شوي، هو الحين المفروض انه ياخذ بدون احتمالات جاوبه ترى. لا غلط جاوب. غلط؟ بين كذا وبين كذا، بين كذا وبين كذا. اوكي. اه يا هاشم. هاشم 6000 6000 درهم. حلوين. ايش قلت؟ قدام وانت اخر متسابق. يعني هاي الحين 6000 تجيب لك قلم كارتير يعني. امور طيبه. تليفونين. خلص توكل الله انسحب. يعطيك العافيه. شوف قلت له انا قلم كارتير عارف اقنع الزبون، انا ما عليك عندي انا الموضوع. مبروك يا هاشم. وين السحب عندك يا ابو داود؟ يلا. اول يلا. طبعا الجواب برج العرب. حلو. اول فايز. في وقت نسال خالد سؤال عن خاطر. لا ما في مسابقه بعد. يقرقش. يقرقش السؤال خالد. منو صاحب فكره المجلس؟ بس دقيقه. ها. ابغى اجاوبك على الفكره بس اعطيني مكالمه من قطر على اخر مكالمه من قطر. حق اهل قطر. ما عندهم يا الربع حرام عليكم من قطر. يمددون ما قطر بس قطر. مكالمه واحده من قطر. خلص الوقت خالد. منو صاحب فكره المجلس؟ صاحب فكره المجلس الاساس اساس اللبنه الاساسيه حق الفكره سموه الشيخ جاسم محمد بن خليفه الله يحفظه. الله يحفظه. واشتغل عليها الاستاذ محمد المرزوقي والاستاذ محمد البدر بعدين وطلعوا الفكره. هذا مؤسسين قناه الكاس. ما تم تكريمهم ليش؟ لا بلا كرموهم؟ موجودين في التكريم؟ اي في ممكن في بعض الاسماء بالسعود لما تكون القائمه طول في بعض الاسامي تسقط سهوا. وتابعنا هالموضوع مع اخوي عيسى الهتمي ابو عبد الله ما قصر ابشرك. والشيخ عبد الرحمن بن حمد ما قصر رئيس المؤسسه والشيخ حمد بن ثامر ما قصر وبالعكس اشتغلوا على اساس ان الاسماء اذا سقطت جابوها. يلا نسحب خالد. اول فايز. بسم الله الرحمن الرحيم. والله المفروض تاخذ مكالمة أخيرة من قطر يعني. هو الجواب كان برج العرب. أول فايز. عندك عندك عندك. ثلاثة. أقول أنا الحين. قول قول قول. اللي اسمه وائل فايز عايدي. 40 ريال. أول فايز، وثاني فايز عندك جاسم. وثاني فايز برج العرب نوره راشد. نوره راشد، وآخر فايز عند بجوة. أنيس خضر الحربي. أنيس خضر الحربي. وباكر عندنا أمريكا الجنوبية باكر تابعونا وال100 ألف موجودة. مشكور يا خالد واختم البرنامج. كل عام وانتم بخير. مبروك ما تبقى عليكم من رمضان والله يبلغنا وياكم إن شاء الله عيد الفطر المبارك إن شاء الله. تشرفت وكنت سعيد اني موجود مع ابو داود واخوي العود الاستاذ الغدير الفنان عبد العزيز جاسم في تلفزيون قطر بيتي الاول اللي طلعني الى الاعلام الخارجي. شكرا للمتابعة. صباح الخير. عاشق انا الترحال جايب معاي سؤال معلومه او معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال بطيب الفال.
طيبين.